أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بالعربي الفصيح. هذه الحلقات سلسلة حلقات الأسرة والزواج الآمن، نسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية، مشاكل الزواج، مشاكل الأسرة في مجتمعنا العربي في المهجر. والحقيقة أنه ما وجدناه من اهتمام من المشاهدين، وجدناه من اهتمام من الجمهور في هذه المواضيع، جعلنا نكون أكثر حرصاً وأكثر دقة في حديثنا في هذه المواضيع. بالتأكيد ما يثري نقاشنا هذا هو وجود مجموعة من المختصين الرائعين في مجتمعنا العربي اللي بيقوموا بدور مهم جداً في حماية الأسرة، في توعية الناس أسرياً، توعية الناس في علاقاتهم الاجتماعية. ومن هؤلاء طبعاً الأستاذة هالة الحافظ. أهلاً وسهلاً أستاذة هالة. يا هلاً ومرحب أستاذ محمد. أهلاً فيك. إحنا بدأنا حديثنا في الحلقة اللي فاتت عن بناء أسرة سعيدة، وحكينا كيف نبني أسرة سعيدة، وتحدثنا عن أركان الأسرة، وقلنا إنه الأسرة لها ثلاثة أركان: التعارف والتفاهم والتكافل. تمام. رحنا ووضحنا كل واحد من هذه الأركان بتفاصيل وبواقع وبحقيقة حالات ممكن تصادف الناس. اليوم بدنا ننتقل إلى ما بعد ذلك، واللي بيحب يرجع يشوف الحلقة الماضية حتى يتعرف على هذه الأركان بالتفاصيل، نحن نحثه على ذلك وندعو إليه. طيب، الآن إحنا أسست أسرة، ناس تعارفوا على بعض، الرجل والمرأة تعارفوا على بعض، عرفوا كل واحد منهم صفات وطباع الآخر، تفاهموا في وقت اللي يحتاجوا فيه التفاهم، وبعد ذلك تكافلوا، وكانت بداياتها جيدة. طيب، ليش بنشوف الأسرة بعد ذلك بتبدأ تتدهور؟ هل هناك أسباب ممكن إحنا نحطها، أو أسباب رئيسية يجب الانتباه إلها من قبل الزوجين حتى نقول عينكم على هاي الأسباب، لأنه هاي الأسباب هي اللي بترجع بتدهوركم وبتخرب هذه العلاقات اللي أنتوا تعبتوا وأنتوا تبنوا فيها؟ ففي أسباب ممكن نلفت النظر إلها؟ طبعا بكل تأكيد هناك أسباب، وأسباب كثيرة. طبعا هي الأسباب تختلف من أسرة لأخرى، ولكن هناك أسباب عامة. يعني نحن رح نحاول أن نحط يعني يدنا على المحاور الأساسية للأسرة. ولكن قبل أن أنتقل للأسباب، هناك نقطة أنا حابة أوضحها زيادة. اللي منشوفه ببعض الأسر أن هن بعد ما دخلوا مرحلة التعارف وبعدين مرحلة التفاهم وبعدين مرحلة التكافل، نسمع كتير أحد الطرفين بيقول أني أنا ممكن أغير الطرف الآخر، فعندهم منطق إيش؟ أني أنا سأغير الطرف الآخر، وهي من أحد الأسباب الأساسية في تعب الأسرة أو في دخول الأسرة ل يعني أمور مستعصية نوعا ما. هلا أنا بدي أحكي عن مفهوم، هي قاعدة من أولى يعني تعبيرا عنا: التغيير versus التأثير. الفيرسز بعتقد إذا بدنا نترجمه ممكن ترجمه كمقارنة، المقارنة بين التغيير والتأثير. طيب، هل يمكننا أن نغير شخص؟ لا طبعا ولا ممكن. هل ممكن أن نؤثر على شخص؟ نعم يمكن. التغيير لا، من الصعب، من المستحيل أن نغير شخص. فقط الشخص الوحيد اللي نحن نستطيع أن نغيره هو أنفسنا، ولكن التأثير هو نعم نستطيع أن نغير الأشخاص التانين في طريقة تفاعلنا معهم. هي قاعدة أساسية في العالم كله، يعني تخيل من الدراسات حتى من الديانات تقول أن كيف نحن نتعامل مع الكون، الكون يتفاعل معنا. ونفس الشيء الأسرة،
كيف يتعامل الشخص أو أحد الطرفين مع الطرف الآخر، فبالتالي يتفاعل الشخص الآخر بناء على يعني ما يقدمه الطرف الأول، وبالتالي يصبح التأثير. طيب، ما هي الأسباب التي قد تأخذ الأسرة للفتور؟ نعم. هناك أسباب كثيرة. أولاً الزمن، ثانيا قد يكون الفتور في العلاقة، قد يكون الضغوطات، التراكمات، ضعف مهارات معينة، مهارات الحوار، مهارات التعبير، مهارات التعبير عن الاحتياج، ضغوط ديون، ضغوط عمل، ضغوط أطفال، الابتعاد عن الحوار الشفاف والواضح بين الطرفين. هناك يعني أسباب عدة وكثيرة كتير كتير تختلف من أسرة لأخرى حسب هن ما توصلوا لألون في أركان الأسرة. يعني كل ما كانت أركان الأسرة قوية، كل ما هن قدروا يتعدوا كتير من المسببات اللي ممكن تاخد الأسرة للفتور. ولكن كل ما كانت الأركان ضعيفة، للأسف بنشوفهم هن بيدخلوا بهي المرحلة بأسرع وبأصعب. يعني خلينا نتكلم شوي عن الزمن. يعني الآن احنا طبعا دائما بنسعى الى انه يكون العلاقة الزوجية والأسرة تكون ممتدة الى ازمان وازمان وازمان، حتى الفراق بالموت وليس الفراق بالانفصال. فإذا كان احنا بنقر انه الزمن عامل من عوامل فتور هذه العلاقة، طيب كيف نعمل؟ شو نحارب الزمن؟ شو نعمل علشان نخلي الزمن معنا مش ضدنا؟ صحيح. هلا كل شيء نحن نملكه يحتاج لصيانة. السيارة إذا عنا نحن تحتاج لصيانة، إذا لم ناخذ السيارة مرة بالسنة لصيانة، شو بصير بالسيارة؟ ممكن كل فترة وفترة بصير فيها مشاكل وبعدين نخسر السيارة. ونفس الشيء العلاقات. العلاقات تحتاج لصيانة. ليه؟ لأن الزمن فعلا يؤثر على كل شيء، سواء كان جماد أو سواء كان إنسان أو سواء كان علاقات. ولذلك هي الصيانة هي يجب أن تكون كل فترة من فترة لأخرى أن يقوم فيها كل طرف على حدة، وبعدين يقيموا هي الصيانة سوا. طيب شو معناتها الصيانة؟ الصيانة هي التحدث الذاتي لتقييم العلاقة. كل فترة وفترة كل طرف لازم يعرض العلاقة بعقله ويشوف فين هو من هي العلاقة. هي العلاقة، هل العلاقة إيجابية؟ هل هو بعده عم يقضي وقت فعال مع الطرف الآخر أم أصابه فتور؟ كل ما تمت هي الصيانة بشكل دوري، كل ما نحن قدرنا أن نحافظ على عدم تأثير الزمن على الأسرة. ولكن اللي عم بصير يا أخ محمد أشياء كتير غريبة بالأسرة، إن الاتنين لما بتزوجوا هن بكونوا يعني بمرحلة التعارف، بعدين بملوا فبيبعدوا بسبب كمان يعني بصير عندهم أطفال، بصير عندهم هموم المسؤوليات، كل هالأشياء بملوا لما بيشوفوا أشياء معينة عم تطلع ما بيعالجوها ولكن بيبتعدوا. والابتعاد عن يعني حل المشاكل اللي هن بيشوفوها بحياتهم، هي من يعني أقوى العوامل التي تؤدي لفشل العلاقة. هون في عندي نقطة مختلفة، يعني قصدك إنه عدم مواجهة المشكلة يفاقم المشكلة؟ بكل تأكيد. أحيانا مواجهة المشكلة بطريقة معينة أيضا يعني تعطل الحلول. فوين وين البالانس، وين التوازن اللي احنا ممكن نحكي نعم انت لازم ما تحط راسك في الرمل وما بصير تغطي الشمس في غربال، ولازم تواجه مشكلتك وتكون جريء انك تواجهها، لكن بنفس الوقت لما بصير في مواجهة للمشكلة الطرف الآخر سواء كان الرجل ولا المرأة، الطرف الآخر بيحكي له يا أخي مش هيك، انت فاجأتني، انت قسيت علي، انت تعاملت معي بشكل سيء، هذه مش مواجهة، هاي إهانة، هذا كذا هذا كذا. ف
فكأن الطرف الثاني بيقابله أنه لا تواجهني بالمشكلة. السبب هو ضعف الطرفين في مهارات التواصل. هناك علم للحوار. نحن أخ محمد يعني هلأ هون بالبلد هون بعلمون فن الحوار من وقت ما بيكونوا بالمدارس. ببلادنا ما بيعلمون هذا الشيء. ببلادنا أو العالم العربي ما عندهم هذا العلم بعدهم. إن شاء الله هلأ يمكن توصلوا لأنه أنا صار 30 سنة تارك العالم العربي. ولكن هالمهارات لم تزرع في الأشخاص من الصغر. ولذلك مهارة الحوار هي ضعيفة جدا. فمنشوف البعض لما بده يجي يحل مشكلة يبدأ باللوم. يبدأ بالشكوى. يبدأ ب يعني وضع كل الأسباب على الطرف الآخر. هون الدماغ لما يتعرض لأي مواجهة من هذا النوع تعرف شو بيعمل الدماغ؟ فورا بيعطي إشارة دفاع. نعم. شو ما كانت تكون خلص هو سكر ما عاد يسمع فقط هو رح يدافع عن نفسه. ولذلك هن بيصلوا لمرحلة شو مسدودة. طيب شو الحل؟ الحل هو أن ننمي أنفسنا من مهارات الحوار. طيب. من مهارات. طيب أنا هون بس بدي نعطي للناس يعني مفاتيح للمواجهة الإيجابية. أوكي. لما بدنا نحكي واحد بده يواجه سواء رجل أو امرأة بده يواجه الطرف الآخر بمشكلة موجودة هو حاسها وبده يعرف الطرف الثاني حاسها ولا مش حاسها. بده يتأكد إنه المشكلة موجودة عنده ولا لا، وإذا مش موجودة عنده يوصلوا لحل. شو هي المفاتيح اللي يبدأ فيها؟ هل في تمهيد قبل هيك؟ يعني ممكن يشتري لها وردة أو تيجي تروح تشتري له مسدس مثلاً؟ أو يعني هل في تمهيد قبل هيك ممكن يبهدوا فيه وبعدين يدخلوا في جو حوار؟ يعزمها على مطعم فأول ما يعزمها تعرف أنه في مصيبة جاية عنده على فوراسها فتتفاجأ أو تتجهز نفسها إله. يعني هذه طبعا أنا مرة جبت لمرتي هدية في غير مناسبة فصديق إلي بيحكي لي أنت مجنون. أحكي له إيش؟ بيحكي لي أنت جايب لمرتك هدية في غير مناسبة. حكيت له لازم يكون في مناسبة. حكى لي طبعا لأنه إذا أنت بتجيب لها هدية من غير مناسبة تشك فيك مباشرة. فثقافة يعني ثقافة التواصل هذه اللي بتحكي عنها واضح في مشكلة. طيب هل في تمهيد؟ إذا في تمهيد هل الطرف الآخر ممكن تعمل عنده تحسبات لأشياء معينة؟ شو هي المفاتيح اللي ممكن يبدأ فيها ما قبل المواجهة وبداية المواجهة والكلام الحديث اللي بده يفتتح فيه المواجهة هاي؟ هلأ بهذا الموضوع هو طبعا جدا عميق وكتير يعني يطول بده شرح كتير، ولكن أنا رح أعطيه ما يعني مفاتيح عامة بيرجعنا لمفهوم التغيير versus التأثير. التأثير الإيجابي هو اللي رح يست أو يصنع الشبكة الوقائية، أني لما أنا أحكي مع الشخص يتقبل مني الكلام. إذا ما كان هناك تأثير إيجابي، شو معناته تأثير إيجابي؟ معناته هذا بيرجعنا كمان للتكافل. شو معناته التكافل؟ إني أنا أكفل شخص بدون ما أستنى المقابل. نعم. التأثير الإيجابي يعني إني أنا أعطي إحسان فضل. طيب إذا هي البنية مبنية من الأساس والعلاقة جدا إيجابية، هناك مفاتيح معينة نحن بننصح فيها كل المتزوجين أن يستعملوها لما بهن بدهم يتحاوروا حسب يعني حول مشكلة ما. أول نقطة أن يعني ينقوا الوقت أو يختاروا الوقت الصحيح. يعني إذا الزوج راجع تعبان من الشغل ما ضروري نحن نفتح المجلد ونفتح المشكلة، لا استني لوقت ما هو يرتاح. إذا الزوجة قبل النوم هي هلكانة مع الأولاد وعم تحاول تنيم الأولاد، الزوج ما ضروري يفتح كمان الأجندة ويقول لها تعالي أنا عندي مشكلة. فاختيار الوقت الصحيح هو من أهم العوامل للحوار الصحيح. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أن يبدأوا بالامتنان والتقدير. التقدير والامتنان، لما أنا أبدأ كلامي بالتقدير والامتنان أنا عم بهيئ الشخص اللي قدامي إني يهدى
أنا عم بقول لدماغه إني أنا مالي جاية هجوم، أنا ما عم بهجم عليك، ولكن أنا عندي موضوع معين بدي أحكي معك. حلو. نبدأ الحوار بالتقدير والامتنان، بعدين نتحول على استعمال مسج آي، يعني أنا عوضا عن اللوم والشكوى. يعني عوض ما الزوجة تقول للزوج أنت ما تساعدني، فيا تقول أنا بصراحة عم بتعب بالبيت. حلو. عواد الزوج يقول أنت ما بتهتمي فيني، يقول لا أنا اشتقت لك. لما بنعكس الكلام على أنا ماذا أحتاج، وبقدم هاي المعلومة بأنا، أوتوماتيكلي الطرف الآخر شو بده يعمل؟ بده يساعد في حل المشكلة، جميل، رح يقدم هذا الشيء. والنقطة الثالثة الجدا قوية والمهمة، أن يركزوا على الحل ولا يركزوا على الأشياء اللي هن لا يستطيعون أن يفعلون أي شيء يعني حوله. يعني البيت صغير مثلا، وهن عارفانين اثنيناتهم أني هلأ بالوقت الحاضر ما فيهم يكبروا البيت. طيب ليس من الضروري إيش أني كل يوم كل يوم نزن على البيت الصغير. طيب أوكي البيت صغير، طب what are we going to do؟ شو بدنا نحن نعمل؟ نحاول نركز على what we can do rather than what we cannot do، يعني نحن نركز على الأشياء التي نستطيع فعلها، ونتخلى عن الأشياء التي لا نستطيع أن نفعل أي شيء عنها، ونركز على نواة المشكلة. في خلل بكتير من الاستشارات اللي بتجيني، هن ما بيقدروا أني يقرروا أو يستكشفوا نواة المشكلة. يعني هنن بصير ردات فعله من القشور، ولكن نحن بحاجة إني إيش نحن ننزل ونحقق لنطالع نواة المشكلة عشان نحن نقدر أن نعالج المشكلة من جذورها. نعم. طيب تتوقعي إنه في، تعرفي الكتاب اللي طلع المرأة من المريخ والرجل من الزهرة، أو الرجل من المريخ والمرأة من الزهرة؟ أنا مش كثير مقتنع بهذا الكتاب، ولكن اللي بدي أحكيه إنه أحيانا كثير يرمى الأسباب إنه الرجل لا يمكن أن يفهم المرأة والمرأة لا يمكن أن تفهم الرجل. أنا شخصيا بقول لا، الرجل والمرأة بيفهموا بعض ولكنهم بتعابطوا، يعني يكابروا، يعني هو بيدعي إنها إنه بفهمهاش ولذلك غلط في حقها، وهي تدعي إنها مش فاهمته ولذلك غلطت في حقه، ولكن في الحقيقة إنه إحنا بنفهم بعض. يعني الكلام اللي حضرتك تفضلتي فيه، لو جبت واحد بده ينظر في الموضوع ويحكي إنه أنا بدي أتعامل مع واحد، أتعامل معه باحترام، أتعامل معه بتفهم، أقدر اللي عمله، طب ليه لما بيجي عند مرته بيعمل شي الكلام هذا؟ معقول مش فاهمها ولا فاهمها لكن هو ما بده يغير؟ هلا أنت دقرت نقطة كتير حساسة، وأسبابها كتير مجتمعية، ثقافة مجتمعية نحن يعني مرينا فيها بمراحل كتير مستعصية. ولكن اللي نحن بنقدر نقوله أن العلاقات هي بسيطة. ليه؟ لأن إذا أنا عكست أي احتياج علي أنا نفسي، هداك الوقت سأستطيع أن أتعامل مع الآخر. ونفس الشيء بالتربية، يعني لما نحن بدنا نتعامل مع الطفل دائما بنقول لهم عكسوا الأمر على أنفسكم. نفس الشيء الزوج والزوجة، هل هن بيفهموا بعض؟ قد يفهموا بعضهم بمراحل معينة وقد لا يفهموا بعض بمراحل معينة، وهذا شيء طبيعي حتى بين السيدات، حتى بين الرجال. الرجال ما معناته هن فهمانين كلهم بعضهم، ولا الستات هن فهمانين بعضهم. ليه؟ لأن نحن بشر، ولكن نحن نستطيع أن نفهم بعضنا البعض لما نحن نتمتع في مهارات معينة، وهي مهارات التعارف، مهارة التفاهم، مهارة التكافل والتكامل. يعني بعد فترة من الزمن لما بدهم يشوفوا في فتور معين، لازم الأسرة أو العلاقة ترجع بالسايكل نفسها، تبدأ ترجع تتعرف على بعضهم، يتعارفوا على بعض من جديد. جميل. ليه؟ طبعا هي غاية في الأهمية. يعني أنا اليوم بدي أصير عندي مشكلة أنا وزوجتي، بعد فترة 10 20 سنة حسيت أنه في مشكلة، بدي أرجع وأبدأ من البداية في موضوع التعارف وأرجع السايكل من جديد،
وما أحس أنه أنا بالطريقة هاي عمالي بنسف الوقت، أو أنه كأني ضيعت 20 سنة من عمري، وكأنه لا أبدا لا أبدا. ولكن نحن ما من ننصح أن يستنوا لعشرين سنة، نحن بننصح هاي السايكل تصير سنويا سنويا، أن هن يخضعوا العلاقة لهالمقاييس الثلاثة. هلا أنا عرفاني فعلا الطرف الآخر، ولا هناك أشياء جدد لازم أنا أتعارف، لازم أجدد التعارف، لازم أجدد التفاهم، لازم أجدد التكافل والتكامل. إذا تركت العلاقة لفترة معينة من الزمن، المشكلة في العلاقات أخ محمد أنها تحتضر، يعني مثل الروح. العلاقات ممكن أول شيء تشوفون بينقلبوا لغضب بسبب عدم إشباع العاطفي عند الطرفين، بصير بيناتهم غضب وهن ما لو عارفين شو سبب هذا الغضب، وبعدين يتفاقم هذا الغضب، وبعدين يصل لذروته هذا الغضب، وبعدين يحتضر الشعور وبيصلوا لمرحلة السبات أو الموت، موت المشاعر. طيب هذا الموضوع في غاية الأهمية كباقي المواضيع. إحنا دائما لما بنشتغل في الريسك مانجمنت بنعمل إشي اسمه تريجر، صح. فبنحكي التريجر هذا أول ما بيوصل فيه زي شاهد، زي يعني مؤشر، أول ما يوصل هذا المؤشر معناته اقترب الخطر. طيب وين المؤشر اللي لما بيشوفوا الزوج أو الزوجة في الأسرة يحكوا اقترب الخطر؟ إحنا ما بينفع نتأخر أكثر من هيك. جدا واضح أني لما الزوج ما عاد يحكي لزوجته تفاصيل يومه مثلا، لما الزوجة ما عادت تشاركه بمشاعره، لما ما في علاقة حميمية محترمة، ما في علاقة تواصل يومية. التواصل أنواع، التواصل البصري والتواصل اللمسي والتواصل الكلام والتواصل بعدة طرق. لما هاي الأمور كتير بتخف معناتها نحن ماشيين لانحدار. طيب هل ممكن أن تخف وبعدين ترجع؟ نعم، إذا كان الطرفين عندهم إدراك ووعي بأن هي فترة مؤقتة، هن عارفانين أن فترة مؤقتة. مثلا نفترض الزوج عنده هموم، عنده ديون، عارفاني الزوجة أن هو عم بيمر بمرحلة كتير صعبة، فهي مونيتور يعني تراقب العلاقة وتعطيه مسافة معينة لوقت ما هو يخلص هاي الهموم بعدين يرجع. المشكلة أن هن ما عندهم الوعي والإدراك، أو عندهم وهن ما بدهم يعرفوا. طيب هذا الوقت بياخدوا العلاقة لمكان يعني مظلم. جميل. في عندي two factors، عاملين بدي أسألك عنهم بنفس الوقت علشان تجاوبيني فيهم مع بعض. أول شيء القاعدة اللي تقول إنه الزواج مقبرة الحب، والقاعدة الثانية التي تقول إنه الأولاد مقبرة العلاقة بين الزوجين. القاعدتين خاطئتين. الحب يصنع، الحب اللي تم قبل الزواج هو فقط 20%، لأنه هو رزق وحب فقط، ولكن 80% منه يصنع. شو معناته يصنع؟ أني بعد الزواج سبحان الله أن الزوجين الواعيين بيقدروا أن هن يصنعوا الحب. كيف؟ بالتقرب، بالتواصل، بالعناية، بالرعاية، بالكلمة الحلوة، بالابتسامة، بالضحكة. في كتير عوامل نحن منشجع الناس أن هي تبدأ تجربة. تخيل في ناس ما بيعرفوا يضحكوا، دائما أخذين الحياة بشكل جدي. لا، الدنيا بدها ضحك، بدها مزح، بدها تيسير. بعدين كمان نحن نتعلم أن كل ما صار أمر خذوا الأيسر، لا تعقدوا حياتكم. يعني في أمور معينة هي اللي بتموت الحب، ليس الزواج. بالعكس الزواج يكلل الحب، الزواج يزين الحب، لأني كل شيء هن عم يعملوا إذا نحن بدنا ننظر له من الناحية الدينية فهو أجر، وإذا نحن بدنا ننظر له من ناحية اجتماعية هن مع بعض، فهن يستطيعوا أن هن يعملوا أشياء هن ما كانوا يقدروا يعملوها من قبل. فأول قاعدة طبعا هي خاطئة، الزواج يكلل الحب والحب يصنع، و80% منه صناعة.
فما يجي حدا يقول لي شو اني الحب عندي بدأ يعني يفطر، لا لان معناتها انت ما بتغذيه. الحب مثل النبات، اذا ما غذيته سيذبل ويموت. طيب هي القاعده الاولى. القاعده الثانيه اللي قلت لي اياها شو او الاطفال، الاطفال هن ثمره هذا الحب. يعني سبحانك يا الله، لو نحن نتطلع بفضل الله سبحانه وتعالى أن رب العالمين لما بيرزقن هذا البيبي سوا وهن عم يصنعوا سوا إنسان، لا إله إلا الله، من أجمل يعني الاكسبيرينسز، التجارب اللي ممكن يعيشها شخصين. الأطفال ممكن يقربوا الزوجين لبعضهم إذا كانوا الزوجين أذكياء، إذا كانوا الزوجين عندهم وعي بالمهارات. طيب كيف؟ رح أعطيك أمثلة معينة. نحن منشوف من كتير بسمع أن المرأة الأم أو الزوجة هي بتحب أولادها أكثر من الزوج، وهذا ممكن نعم، ولكن الزوجة هي بإيدها تكره الزوج بأولاده، وهي بإيدها تحبب الزوج بأولاده. طيب كيف؟ ليش؟ يعني أنا بيجوا بيقولوا لي طب نحن بدنا نخلي الزوج يحب أولاده، يعني ما معقول هو لازم يحبهم لأنه هو أب. ولكن نحن عم نحكي كيف الإنسان والدماغ يعمل. إذا الزوج عم بيرجع من شغله دائما تعبان، وأول ما بيدخل بيسمع الشكاوى من الأولاد والمشاكل من الأطفال وكل شيء عم بيصير غلط بحياتهم من الأطفال، شو بده يصير فيه؟ بده يحس بي يعني صعوبة في التعامل معهم، قسوة، بده يحس في جفاء. بالضبط، رح يكرهن. رح يكرهن ليه؟ لأن الإنسان إذا أنا جيت حكيت لك على شخص أخ محمد كلام حلو حلو حلو، أنت رح تحبه من دون ما تشوفه. صحيح. وإذا أنا جيت حكيت لك على إنسان كلام كتير بشع رح تكره وتكون حذر معه من دون ما تشوفه. صحيح. هل لأني الأب سيء؟ لا، ولكن هكذا يعمل الدماغ. معناته القاعدة الأولى التي تقول الحب هو مقبرة الزواج هي خاطئة، وإنما هو يكل الزواج يكلل الحب، والأطفال أو الأولاد هن ثمرة هذا الحب، ويمكن أن يستعملوا لتقريب العلاقة عوضا عن تفريق العلاقة بين الزوجين. طيب الآن لما بصير في فتور في العلاقة، أحيانا بصير في يعني احتراز من إنه يصير في مصارحة بهذا الفتور، وغالبا اللي بيخشى هذه المصارحة المرأة. طيب كيف المرأة بدها تخرج من هذا الخجل، من هذا الشعور بأنها هي عمالها بتطلب شيء مش يعني من الخطأ إنها هي تطلبه، كأنها تمتهن نفسها، كأنها بتهين نفسها، وكيف الرجل بده يلاحظ هذا الأمر في حياته؟ هذا الأمر إني كمان يعتمد على وعي الإمرأة. يعني أول نقطة إن هي ما بتعمل شيء غلط، يعني احتياجاتها يجب أن تكون يعني مجابة، ونفس الشيء الرجل. في قاعدة كتير مهمة أن الإنسان الذي لا يبحث عن احتياجه لا أحد سيعطي احتياجه، وهذا قاعدة يعني للكل حتى بالعمل. إذا نحن ما وقفنا وطالبنا بحقوقنا واحتياجاتنا ما حدا رح يسأل. ولذلك يجب أن هنن المرأة، سواء المرأة أو سواء الرجل، أن هنن يقدروا يعبروا عن احتياجهم بشكل واضح وشفاف. ولكن كيف يتم هذا الأمر؟ عندما تكون أركان الأسرة وصلت لمرحلة عالية جدا، مرحلة التعارف. التعارف كيف؟ شو عرفت عن احتياجات زوجتك؟ شو عرفت عن احتياجات زوجك؟ مرحلة التفاهم هون لما الزوج بيعطي مسافة كتير يعني كبيرة للمرأة لأن تقول كل اللي بدها إياه من دون أني اللوم أو من دون إلا لا أنت شو عم تحكي. متى الإنسان لا يستطيع أن يواجه إنسان آخر باللي بده إياه؟ لما الشخص الآخر ما بيعطي هاي المساحة.
كيف ما بيعطيه اياها؟ لما هو بيوقف له على كل كلمه بيحكيها. وهنا نحن نشجع الزوج ان يسمح لزوجته بان تتحدث كل شيء بعقله وكل شيء بقلبه، وبالتالي يستطيع ان هو ان يشجع بهذا الامر. وهي اول نقطه. النقطه الثانيه هي needs to check in. يعني شو معناته check in؟ اني شو معناته check in؟ يعني كل فتره فتره. بالضبط، كل فتره فتره هي من طرفه وهو من طرفه، check in مع الشخص الثاني. كيفك؟ شو اخبارك؟ شو فين انت بهذا الامر؟ شو كيفك انت بهذا الامر؟ بكل وضوح وبكل شفافيه. كل ما كنا نحن شفافين وواضحين بالتعبير، كل ما قدرنا نوصل لعلاقات جدا ناجحه. مشكلتنا اختيار الكلمات لا تكون واضحه. يعني خليكم صريحين، افتحوا الورق، ما تلفوا الدورو، لف الدوران اللي تعلمناه او اللي بعض المجتمعات اللي بيعملوه غلط. امشوا الخط المستقيم، هو أقصر مسافة لأي علاقة. ولكن الخط المتعرج وما بوصلنا لمحل، بالعكس نحن متعب حالنا على الفاضي. طيب لما بصير في مشاكل بين الأزواج بصير في شكوى، وغالبا غالبا الشكوى الأكبر بتكون للأصدقاء، فبتخرج خارج إطار الزوجين وتبدأ مع الأصدقاء، ربما للمشورة وربما للتذمر وربما لأنه الأصدقاء بيلاحظوا على الشخص همومه فبيسألوه فبيجاوبهم. هذا الإطار من التعامل، هذا التصرف، شو ممكن إحنا نحكي عنه؟ متى بيكون إيجابي؟ متى ممكن يكون سلبي؟ وهل ممكن يكون إيجابي أصلا؟ دائما خاطئ 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 خاطئ، ولا نشجع ابدا عليه. ليه؟ لان كل انسان راح ينصحهم من تجربته، وفي والاسره والعلاقات هي تختلف من شخص لاخر. امتى ممكن يحكوا مشاكلهم لبرا؟ لما تصل المشكله لتغريق، يعني ما بيقدروا هن يحلوا مشكله ما، ولازم يروحوا لمتخصصين. لا تروحوا لاحد، لا تروحوا لأصدقاء. السبب راح أعطيكم الأسباب ليش. الصديق والأهل دائما هو راح يأخذ طرفكم، ما راح يكون محايد، وهنا بصير الظلم. أما المتخصص هو يستطيع أن يأخذ الأمور بحيادية، وبالتالي يستطيع أن يحدد نواة المشكلة، وبالتالي يستطيع أن يساعدكم لحل مشاكلكم. الأمور بين الزوج والزوجة يجب أن تكون في البيت. إمتى بتطلع؟ لما يفتقد أحد الطرفين الـ يعني الأبورتيونيتي، أو الـ شو الأبورتيونيتي؟ الفرصة. بالضبط، الفرصة ليستطيع أن يكلم الطرف الآخر. على فكرة في كتير بيوت يعني وصلت لانحدار كتير كبير لهذا السبب. طيب أنا اسمحي لي أخذ شيء من تعليقات المشاهدين. طبعا صبروا علينا في تعليقاتهم، أنا حأخذ بعض الأشياء اللي لها علاقة بالموضوع. شكرا على اللي بيحكي لنا نعيما، خاصة حبيبنا سامي. بتحكي ميسون برأيي أنه للأسف العائلات العربية غير متعودة أو حتى غير مستعدة للتعامل مع المشكلة، ممكن ضعف تواصل، إنما مما نرى أن أحد الطرفين والأغلب الرجل لا يعترف بوجود مشكلة من أساسه. هل بتشوفي إنه من خلال تجربتك هل الرجال هم الأسوأ في التواصل والمرأة هي الأسوأ في التواصل، ولا نحكيها بصيغة أخرى يعني الأجرأ على التواصل الرجل أو المرأة؟ يعني مين اللي أكثر بيقوم بالمبادرة في التواصل ويجيد مهارة هذا التواصل في الأسرة؟ بصراحة ما بقدر أنا أعمم إن كان الرجال كلهم أو النساء كلهم. نحن أنا من خبرتي مع التعامل مع الأسر، هناك رجال جريئين وما شاء الله عليهم، عندهم صبر
وعندهم قوة في الجلوس وحل المشاكل، وهناك نساء كمان جريئين وعندهم صبر وقوة في حل المشاكل. ولكن نعم يا ميسون بأن المجتمعات العربية لم تربى على حل المشاكل. نحن ما بعرف شو السبب، ولكن كثير من الأشخاص، على فكرة ليس فقط العرب حتى الأجانب، أنا لما بيجوني كمان أجانب، مهارة إيجاد المشكلة هي مهارة يجب تعلمها، يعني التعلم، يعني ليست مهارة هيك بتيجي يعني بالفطنة أو بتيجي لأي يعني إنسان. مهارة مكتسبة ليست مهارة. أيوة بالضبط، مهارة مكتسبة. ولذلك نحن بننصح الطرفين قبل ما يدخلوا بعلاقة، وهذا اللي حكيناه، قبل ما يدخلوا بعلاقة الزواج أن ينموا أنفسهم بمهارات، وهذا اللي حكينا من الحلقة الأولى، مهارة فهم استراتيجية حل المشاكل من أهم المهارات اللي لازم الإنسان أن يتعلمها، سواء كان داخل على مشروع زواج أو لا. مهارة التحكم بالغضب، ليه التحكم بالغضب؟ لأن كل إنسان يجب أن يتعلم كيف يعني يتفكر بمشاعره، يفهم ذاته. تخيل أخ محمد أن في كتير ناس ما بيقدروا يسموا المشاعر أو ما بيعرفوا شو عم بصير فيهم، وبالذلك شو عم كيف عم بتعاملوا مع البشر، ردود أفعال عشوائية. نعم. ولذلك نحن ندعو كل سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين أن ينموا أنفسهم في هاي المهارات. صحيح. أيضا نبقى مع ميسون، تحكي كلام صحيح، لكن لما يكون الطرفين مستعدين للصيانة، صيانة العلاقة طبعاً. ولكن لما يكون في طرف واحد غير مستعد لصيانة هذه العلاقة، شو بتحكي له؟ أو شو بتحكي للطرف المستعد؟ هي كارثة. ليه؟ لأن النية من الطرفين هي من أساسيات يعني دعم الأسرة ومن أساسيات نجاح الأسرة. إذا طرف واحد متمسك بالعلاقة والطرف الثاني مستغني عن العلاقة، للأسف ما رح يصلوا لأي شيء. اللي بننصح نحن فيه إن نحن نساعد الطرف الآخر إن يستوعب أهمية التمسك في العلاقة. طيب لنفترض إذا رفض هذاك الوقت، في options معينة نحن ممكن ندرسها مع الشخص الثاني، وبعدين بالأخير بوصلوا لمرحلة معينة، يعني ما فينا نجبر شخص طرف لأن يبقى بالعلاقة، ما فينا للأسف. سامي يحكي لا الأولاد ولا الزواج مقبرة الحب، الطفر هو مقبرة الحب. طبعا أكيد الفراغ، الطفر أكيد ليس على فكرة مقبرة الحب، مقبرة كتير أشياء. ليه؟ لأن الإنسان بيبدأ يعني بده يتسلى، فبيتسلى بالمشاكل. أوكي. يعني الآن بتحسي إنه إذا كانت الحالة المادية سيئة في الأسرة، بالضرورة إنه يصير في مشاكل في الأسرة؟ نعم، العامل المالي هو يعد من العوامل الكبيرة كتير في المشاكل الأسرية. ولذلك الحوار المادي قبل الزواج وفي بداية الزواج من الضروريات، يعني إني ماذا علي وماذا لي، لازم ضروري أن يكون في حوار واضح حول المادة. جميل. أنا بدي أخذ الآن لما يصير في مشاكل في الأسرة، المراحل اللي بمر فيها المشاكل، يعني إحنا حكينا عن مرحلة الغضب، قبل مرحلة الغضب هل هناك مراحل؟ بعد مرحلة الغضب هل هناك مراحل؟ والسؤال اللي أنا بدي يعني أتوج فيه هذا السؤال، هل ممكن أنت تنصحي الطرف الآخر إنه ما في إلك أمل؟ هل ممكن توصلي كمستشارة أسرية؟ هل ممكن توصلي إلى إنك تحكي لطرف من الأطراف ما في أمل، ما في عندك حل، هذه علاقة غير سوية وغير ناجحة؟ نعم، راح أبدأ من الشطر الثاني من السؤال. نعم، وصلنا أحيانا في بعض الحالات إني وصلنا لهذه المرحلة، وساندناهم بانفصال محترم. اللي بحب أنا أوصل صوتي من منبر كنار تي في،
لكل أسرة إذا وصلت، لنفترض شو ما كانت الظروف تكون، إذا وصلت لهي المرحلة إن هن ما في أمل، رجاء انفصلوا باحترام وشيلوا الانتقام. نحن أنا مشكلتي بالانفصال ليست مشكلة، ولكن المشكلة ما اللي بيطلع من وراء الانفصال، عدم احترام وكتير أشياء. طيب هي الشطر الأول، عفوا الثاني. الشطر الأول من السؤال، وهو اللي بيقول إني شو بعض العلامات غير الغضب. هناك انسحاب، يعني أحيانا بعض الأشخاص إن ما بيعبروا عن احتياجهم بالغضب، ولكن ممكن إن هن يبدأوا ينسحبوا. كيف بينسحبوا؟ بتشوفهم إن خلاص بدأوا ينشغلوا بحياتهم، بدأوا ينشغلوا بأمورهم، ما بقى في تواصل. وهذا كمان شو، هي كل المشاكل تؤدي لشو، للطلاق العاطفي. الطلاق العاطفي بيصلوا بعض الأشخاص المتزوجين للأسف لمرحلة إيش، إني طب نحن بدنا نعيش بسلام، نحن تحت سقف واحد عشان هالأولاد، ولكن نحن منفصلين عاطفيا. طبعا هذا غير صحي لأي من الأطراف، حتى للأطفال. طيب هل أحيانا أني الأنفع أن ينفصلوا؟ نعم، إذا كان هناك أذى جسدي وأذى عاطفي وعنف، نعم هو أنفع للطرفين وأنفع للأطفال. ولكن قبل الانفصال نحن نشجع أن يستنفذوا جميع المجالات للإصلاح، ولكن الإصلاح لا يتم إلا إذا أرادا إصلاحا، يعني من الطرفين. فإذا الطرفين فعلا عندهم النية للإصلاح، هناك طرق وكتير استراتيجيات معينة ممكن نحن نساعدهم لأن يرجعوا يبنوا أركان الأسرة من جديد ويعيشوا إن شاء الله حياة سعيدة. طيب بالنسبة للأولاد، دعود للأطفال، وأحيانا تعرفي من الميراث القديم للأمهات والآباء وأجدادنا كان يحكوا للبنت لما تتزوج إلحي بسرعة خلفي له ولد علشان تمسكيه. كيف يتعامل الزوجين مع الأطفال بين بعضهم البعض، بحيث أنه يكون الأطفال الورقة الرابحة لأسرة سعيدة، مش الورقة الضاغطة لأسر الطرف الآخر في البيت؟ نحن في زمن الأطفال ما بيمسكوا حدا، لا المرأة ولا الرجل، ولكن اللي بيمسك علاقة وبيخليها ناجحة وممكن أن يتابع المسير هو مكانة الطرف الآخر في القلب. كل ما كانت مكانة الطرف الآخر في القلب كبيرة، كل ما الطرف الثاني راح يعمل كل المستعيل عشان يتمسك بهذا الشخص، وطبعا ما يكون في أذى أو عنف وهالأشياء. كيف نحن ممكن أني يعني شو الأشياء اللي فينا نحن نساعد الطرفين أن هن يبنوا علاقة جيدة لمصلحة الأطفال؟ كل ما كانت علاقتهم إيجابية، كل ما هذا انعكس على الأطفال. قبل أن يقرروا يجيبوا طفل لازم هن يكونوا على أرض متينة وليس طين. الأرض المتينة الصلبة وهي العلاقة القوية الواضحة في الهدف وفي الخطة، في الخطط وفي الحوار والمهارات، هي التي تنشئ أفراد متينين أقوياء صالحين. والعكس صحيح، كل شيء يعيشه الزوج والزوجة سينتقل للأطفال. فإذا كان إيجابي سينتقل هذا الشيء إيجابي لألون، وإذا كان سلبي سينتقل لألون بطريقة سلبية. وللأسف نجد كثير من الشباب والبنات بصلوا لمرحلة معينة، يعني بصلوا لمشاكل نفسية كثيرة، وهي سبب أو يعني اللي سبب هاي المشاكل هن الأم والأب وعلاقتهم مع بعض. طيب بدي أتوسع شوي خارج العلاقات.
العلاقات مع الأهل، متى بتكون العلاقة مع الأهل إيجابية؟ متى بتكون العلاقة مع الأهل سلبية؟ متى أكون أنا واعي كأسرة زوج وزوجة واعين إنه نحكي لأهلنا لهون بكفي، أو نحكي لأهلنا شكراً على تدخلكم؟ نرجع للتقدير والامتنان. لما الإنسان يحب شخص ويقدر ويمتن له، هذاك الوقت بيسحب هذا التقدير والامتنان لمين؟ للأهل اللي جابوا هذا الإنسان. فلما أنا بدي أدخل بعلاقة، لابد أني أنا أعطي التقدير وامتنان واحترام للعائلتين بنفس الطريقة. الأم والأب ما بدهم غير سعادة أولادهم، فلما هن بدهم نشوف أولادهم سعيدين، هذاك الوقت هن رح يكونوا سعيدين. ولكن لما بدهم نشوفونا بيشدوا شعر بعضهم، طبعا هن رح يتدخلوا. ولذلك نحن يا جماعة لما بتكون تشدوا شعر بعضكم شدوا بالبيت بس، ولكن قدام برا قدام العائلة حاولوا تورون أني أنتوا سعيدين. طيب إذا تدخلوا، هناك في لباقة الحديث، في شيء اسمه رقي الحديث، ممكن يسمعوا. وأنا كتير بنصح يا جماعة أي إنسان بيعطيكم أي شيء حتى لو نقد، اسمعوا، لأني إلا نتعلم شيء. خذوا اللي بتستفيدوا منه والباقي كبوا. صحيح. وليس من الضروري أني نحن نقول للناس لا ما بصير أنت تتدخل بحياتي، هنا ما بتدخلوا، هنا بس بيحكوا، والأنتوا فيكم تاخدوا اللي بيفيدكم واللي ما بيفيدكم تخلوه برا. ولكن كل ما الزوج قدر أهل الزوجة، كل ما كسب لصالحه، وكل ما الزوجة قدرت أهل الزوج، كل ما كانت مكانته جدا عالية عند زوجها. فالتسامح والابتسامة واللباقة في التعامل هن من أسرار نجاح العلاقات. يعني كأنه نحن بنلخص، التواصل الإيجابي بين الزوج والزوجة وبناء حوار وطريقة حوار بينهم، وطريقة حوار مشتركة بينهم وبين العالم اللي خارجي خارج الأسرة، هذا هو مفتاح أو هو السر في بقاء أسرة آمنة، أسرة سعيدة، بناء أسرة سعيدة. كأنه كل الكلام اللي بنحكيه كان بيحكي عن موضوع التواصل والحوار، وحسن التواصل وحسن الحوار وحسن المعرفة لبعضهم البعض، وبعد ذلك بشكل مشترك يتعارفوا على المجتمع الخارجي من جديد ويتحاوروا معه من جديد. صحيح، بكل تأكيد. وهي العوامل هي العوامل الدافعة لكل إنسان لأن ينجح بأي مكان، سواء كان بعلاقة أسرية أو بعلاقة عمل. الانفتاح للمعرفة والفضول الإيجابي هن من العوامل الضرورية للإنسان لأن ينضج ويزيد من حصيلته المعرفية. معظم الناس لما بيسكروا مداركن ما بيسمعوا، هون بتصير المشاكل. يعني كل مثل ما قلت تمام، التواصل الإيجابي والعمل كفريق واحد وليس كفريقين، والتعرف على المجتمع الخارجي يعني هن كفريق عوضا عن اثنين، هن من العوامل اللي تصنع أسرة سعيدة. أنا أذكر سؤال سألته هيفا وتركته للأخير، لأنه إحنا حيكون في عنا حلقة القادمة حنتكلم فيها عن الطلاق، لكن خلينا نعتبره هو السؤال التمهيدي للحلقة القادمة والختامي لهذه الحلقة. بتحكي هل الانفصال العاطفي بيؤدي للخيانة؟ هل لهيك حالة يفضل الطلاق لتقليل المشاكل؟ بصراحة هذا الموضوع أنا مبسوطة أن الأسبوع القادم أنتوا راح تحكوا فيه. هذا موضوع كتير، يعني كل حالة يعني بتختلف عن الأخرى. هل الخيانة هي يعني السبب لفشل العلاقة الأسرية؟ ليست في جميع الحالات. هل الانفصال العاطفي يؤدي للخيانة؟ ليس في جميع الحالات كمان. ولكن نحن لازم ننظر للأمر من الجذور. هاي النقطة اللي أنا كنت عم بحاول أني أشد انتباه الناس لألا، لا
لا تروحوا على القشور، لا تروحوا شو اللي صار، انزلوا للجذر، للجذر، للجذور، حاولوا تفتشوا على النواة، وبعدين رح تعرفوا إذا كان هذا سبب مقنع للانفصال أم لا. طب كيف نحن نأخذ سبب مقنع ولا لا؟ أن ما يكون القرار كردة فعل، يجب أن يكون واقعي وعقلاني، يعني نعطي فترة من الزمن للتفكير، وبعدين نأخذ كتير نقاط معينة ننظر لها وبعدين نقرر. ولكن في سؤال كتير بيجيني، هل فيني أنا أنسى الخيانة؟ نعم، في بعض الأحيان نعم ممكن أني تتناسوا الخيانة، وممكن أني تسامحوا، ممكن أني تغفروا، وممكن أني تبدأوا صفحة جديدة، ولكن طبعا حسب المعطيات اللي أدت لهذا الأمر. طيب في سؤال علينا العلم اللي احنا في نهاية الحلقة، لكن خلينا معلش، كنت بحكي ان السؤال اللي فات هو آخر سؤال لكن يلح علي، هل اختلاف الثقافات واختلاف الأعراق، اختلاف المجتمعات للزوجين اللي أتوا منها، هل عنصر إيجابي لسعادة الأسرة ولا عنصر سلبي، ولا هي عنصر محايد هم الأصل ومو بيخلوها إيجابي أو بيخلوها سلبي؟ محايد وهن بيخلوها إيجابية أو سلبي، قد يكون داعم وقد يكون عكس هذا الشيء، كل ما هن قدروا يعني تفهموا شو هن دورهم. أنا إلي عالمي وهي إلي عالمة، ونحن سنشترك بعالمنا، فنحن رح نخلق هذا العالم سوا. وكل ما هن عندهم مهارات التواصل من فضول إيجابي ومن حوار إيجابي ومن استماع إيجابي ومن مكانة كبيرة في القلب للطرفين، كل ما قدروا يتعدوا يعني هالاختلافات. أنا برأيي أن الاختلاف قوة، حتى نحن هلأ بكندا اللي بيجعل كندا جدا قوية هي هالاختلافات، فمن الاختلاف ممكن أن نتعلم الكثير، ولكن لا، ما كل الناس ممكن هي تأخذ الاختلاف بشكل إيجابي. وبالتالي الجواب هو حيادي، والطرفين هن اللي بيقدروا يحددوا إذا كانوا بيقدروا يستعملوا إيجابي أو سلبي. أستاذة هالة يعني كالعادة متألقة وبإجاباتك تشفي الغليل، وإن شاء الله نكون يعني أعطينا ولو إضاءات على هذه النقاط المهمة جدا في الأسرة، في بناء الأسرة السعيدة. حبينا نتكلم عن الأسرة السعيدة قبل ما نروح لمشاكل الطلاق وما بعد الطلاق. إن شاء الله نكون أفدنا في هذا اللقاء، وبدي أشكرك يعني شكر خاص جدا على يعني ما تتحملي من عبء حتى تيجي من الشغل وتبدأ تحضري وتبدأ يعني تجهزي لهذه الحلقات حتى تغني الناس وتفيد الناس مما عندك من علم ومعرفة. إن شاء الله ربنا بيجعله في ميزان أجرك وحسناتك، وإن شاء الله تجدي في كل خير تجدي في هذه الدنيا. بشكرك وأترك لك الكلمة الأخيرة، تفضل. بتشكرك أنا كتير كتير على كمان كل شيء بتقدموه للجالية العربية، وبتشكر كنار تي في، وبتشكر كل إنسان يدعم الجالية العربية أو أي جالية أو أي إنسان، لأني فعلا جمال الحياة سبحان الله بالعطاء. من أجمل المشاعر اللي نحن ممكن أن نحصل عليها هي من مشاعر العطاء، فبتشكرك كتير، وبتشكر قناة كنار تي في على الاستضافة، وإن شاء الله يا ربي أني نكون أفدنا الناس. وآخر كلمة بقولها لكل الناس، أني لا تتسرعوا، خليكم هيك هادين، وحاولوا تنظروا للأمور من طريقة أفضل وطريقة إيجابية، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل أيامهم سعادة وحب وتألق، ويعطيكم العافية. يعطيكم العافية. شكراً لك أستاذة هالة، شكراً للمشاهدين اللي تابعونا وبقوا معنا واهتموا بهذه المواضيع. أتمنى أن نكون أعطيناكم شيء مما تتوقعوه، وابقوا معنا الحلقة القادمة حنتكلم عن موضوع شائك ومهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستطيع أن نمر ما بين أسلاك الشائكة بأمان وسلام. فكونوا معنا لقاء القادم يوم الاثنين الساعة 9
مساء حتى ذلك الوقت، إلى اللقاء.